تفضل. تفضل سيد حسيب. محمود بيك عم يستناك. تفضل فوت لجوا يلا. اوه حسيب، اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا، نورت. تفضل تفضل. اهلين. اهلين فيك. اهلين فيك. اهلين. كأنك ما عرفتني حسيب. ايه تذكرت، لأنه التقينا قبل هالمرة. كنت لابس طاقية هيك شكلها. وقبل هالمرة حاولت تتذكر منيح. شوف هالصورة وقلي مين فيها. أنا ومحمود. مظبوط، محمود صديق طفولتك، محمود رفيقك بالحارة. يعني أنت هو محمود؟ صح، أنا رفيقك محمود، محمود عيسى. وهذا بيكون إيدي اليمين خلدون أفندي. تاني شي هذا موسى. مرحبا. أخ طلعت عن جد اسم على مسمى مثل ما بينادولك مسدود. ما عم صدق لهالدرجة مالك حظ ومالك نصيب بشي. ليش هيك؟ ليش يا ترى؟ أخ يا ريت بعرف. طيب أنا رح خبرك شو هو السبب. بتتذكر اجينا أنا وخلدون لعندك على الحارة وقعدنا وحكينا، ووقتها عرفت شو المشكلة. أنت بتضل تتذمر كل الوقت لأنه الله ما عم يرزقك. الله بعتني على هالحياة وتركني على جنب. إذا بينزل من السماء ذهب بدل المطر، بعرف ما رح ينزل على راسي غير الحجار من حظي. أوف. استنى حسيب أفندي، لوين رايح؟ كل واحد يروح بطريقه. كنت بدي ساعدك وخليك مبسوط وخليك تطلع من هالحالة بقى، وابعت لك ياها مثل النصيب بدون ما تعرف مين الشخص اللي عم يساعدك. بالأول بعت لك موسى وكان معه صندوق قديم، بس انت شو عملت فيه؟ رح تبعته لهذا الزلمة عديلك. مزبوط. كنت حاطط لك جواته ذهب كتير، ذهب بكفيك وبيعيشك كل عمرك. عن جد؟ هي اللي بيسمعك بيصدق. لكان اللي شو هاي؟ رجال أصر بيعنيها واشتريتها. أنا باخدها منك، فيني حط فيها العدة. غريب، ليش ما عم يفتح؟ ماشي، معناها بيفتحوا بالبيت. ايه ان شاء الله رح تاخد حقها. هالتحفي بليرة، إلك بليرتين. ايه شو هالحكي، كأنها غالية شوي. يا الله دخيلك. كل مربحي منها ليرة وحدة. رح أخذها بنص ليرة. مسيك. ما سمعتني شو حكيت، عم إلك مربحي ليرة. طيب خد هدول فوقهم، مع إنه أنت اللي لازم تدفع لي. مشي حالك فيهم واعتبرهم حسنة. وشفت بوقتها أنه ما وصلك الذهب، وبعدين رحت عملت لك خبز مميز لأضمن أنهم يوصلوك، وحطيت لك بقلبه ذهب، وبعتت موسى حتى يبيعك ياهن وأخدتن. قلنا تمام، هالمرة صاروا معه، وهلأ بس ياخدهن معه على البيت وياكل مع مرته رح يلاقي الذهب بقلبه. بس أنت شو عملت؟ رحت مرة تانية وعطيت الخبز لعديلك. من وين جايب هالخبز هاد؟ من نفس الزلم اللي عطاني الصندوق. اجا لعندي مرة تانية. عدي هون. وكان مصر أن يأخذن منه وما قدرت أقول له لا. عن جد عم تحكي؟ اشتريتها من نفس الشخص اللي باعك الصندوق؟ ايه. ما أحلى هالخبز، بيعني إياهن. موافق؟ الله يخليك. والله أنا حبيتهم كتير. شو بقول لك، اشتريهم مني، عطيني ليرة ونص وبيكونوا لك. غاليين شوي. شو عم ناخد منك خشب؟ هذا خبز، بعطيك ليرة واحدة. إذا ما بدك هاتون باكلن مع لبن اليوم. لا لا عديل، كنت عم امزح معك. يلا امسك هاي ليرة تاني كمان، وخد وهي نص ليرة مني. صاروا ليرتين. أوف أوف، شو هالحظ البشع. أوف، شو هذا اللي عملته بحالي؟ ومع هيك ما استسلمت. بآخر مرة قررت
حط لك الذهب بكيس وحط لك الكيس جوات العرباية وحطيت لك إشارات مشان تنتبه. انتبه عليها فيها ذهب. بس أنت تجاهلت هي الإشارات لدرجة أنك ما حاولت تنزل تشوف. يا ويلي أنا يا ويلي شو اللي عملته؟ أوف أوف. كمان رجع عديلك مرة تانية وحضرتك بعته إياها هيك ببساطة، أخذها منك وبعته إياها مع الذهب. عديل وقف، استنى استنى لحظة. لك شو بدك فيها؟ في أولاد مش خبرين هيك. مزبوط حكي، رح اشتري العرباية منك. شو خطر على بالك؟ لك أنت شو بدك بهيك عرباية؟ بتاجر فيها وبعدين بيع على حدا. اللي هلأ قديش بدك بهالعرباية؟ مع أنه مهترية كتير. أنت بس اللي قديش بدك وبوعدك ما رح اعترض. بدك تعطيني 300 ليرة. أوه شو شايفة سيارة؟ رخصت إياها أكتر. إذا ما عجبك بعرف حدا بيشتريها ب400. وقلت لك 300 لأنك عديلي. خلص ماشي يا ملعون، والله صاير شاطر بالتجارة. كيف ضحك علي هالزلمي كيف؟ يا ربي ليش هيك كاتب علي؟ ليش ما كتبت لي أخدون؟ مو أنا كمان واحد من عبادك؟ يا ربي فرجها، فرجها علي، ارزقني بقى. معقول أنت كل عمري فقير؟ بكفي روق. أنا هيك حظي بالدنيا، ما في حظ، ماني قدران أعمل شي بهالحياة. طول بالك، هالمرة رح يكون إلك حظ، رح نساعدك نحن. بشو يعني؟ تعال، يلا. أوف، 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 أوف. تفضل خود اللي بدك اياه، قد ما بدك فيك تاخد، كلهم لألك. كل الناس عم تعبي قد ما بدها، ليش هيك المي عم تنزل عندهم بقوة؟ مسدودة، ليش انقطعتي على حظي؟ مسدودة. المصاري بالشنطة صاروا كلهم لألك، الشنطة واللي فيها. هاي المصاري حلال، كلها حلال. يعني هاد مو حلم؟ أبدا لا مو حلم، تصرفهم بالهنا. بس ما بستاهل كل هالمصاري. لا تحكي هيك، اعتبرهم زكاة أو صدقة من أخوك، تتهنى، بتستاهل أكتر. ما بعرف شو بدي أقول لك. يسلم بفضلك، ما عاد حدا ينادي لي عم مسدود أبدا. الحمد لله يا ربي ما حدا رح يقول لي عم مسدود. انتبه ما يوقعوا، ما رح ضيعهم، هي رزقتي. الحمد والشكر لله فرجت أخيرا. وأخيرا انبسط، ألف الحمد لله. ماني مرتاح وكأنه في شي بده يصير. ليش؟ بالأول كان تدخل بقدر الله وهلأ شو؟ أنت هيك رأيك؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.